بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في الأسبوع الثاني من شهر كياهك، والكنيسة يوم الأحد في الأسبوع الثاني بتقرأ لنا الجزء الثاني من الإصحاح الأول من إنجيل معلمنا لوقا، اللي هو بشارة السيدة العذراء بميلاد السيد المسيح. ويبتدي الإنجيل: وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. الملاك سبق قبليها بخمسة أشهر وراح لزكريا وبشره بميلاد يوحنا المعمدان. احنا دلوقتي في بداية الشهر السادس، جه الملاك راح مدينة الناصرة في الجليل وبشر الست العذراء. لو حبينا نقارن بين البشارتين، البشارة الأولانية تمت في الهيكل في عبادة جماعية، الشعب بره في انتظار الكائن، والكاهن أخواته واقفين مستنينه، وتمت مع زميلهم الكاهن هذه البشارة لزكريا بميلاد أعظم مواليد النساء اللي هو كان يوحنا المعمدان خادم الكلمة. البشارة الثانية تمت في بيت مجهول في قرية فقيرة جدا، وتمت بطريقة سرية، حتى صاحب البيت نفسه ما سمعش عنها اللي هو يوسف النجار. وكانت بشارة بتجسد كلمة الله اللي أخلى ذاته وحل في أحشاء العذراء. لم يعلم أحد، حتى لا من الكهنة ولا في الهيكل ولا الجماعة ولا أي حد، ده لفتاة بسيطة متواضعة في بيت متواضع، واخدين بالكم؟ وحتى ذكر الإنجيل لما ذكر هذه الحادثة يقول إيه: إلى عذراء مخطوبة لرجل. وهنا نقف عند كلمة مخطوبة ديت ونقول ليه ذكرها الإنجيل بهذا الوضع؟ يعني المشكلة يعني لما يقول إلى عذراء غير مخطوبة؟ يعني هنا أقول لأ، هنا وجود الخطيب بينزع الشك إن هذه الفتاة تعيش في كنف رجل. فلما تظهر عليها علامات الحبل الإلهي لا يظن بها أحد سوء، واخدين بالكم؟ فعشان كده الإنجيل قال عذراء، وبعدين لحق نفسه قال مخطوبة. يعني والخطوبة فعند اليهود شأنها شأن الزواج، ما عدا يعني زي كتب الكتاب كده، يعني زواج مدني، ولكن ليست هناك علاقة شرعية بين الزوجين. يعني فهي عذراء لم تعرف رجلا، لكنها في نفس الوقت هي زوجة عشان تحفظ نفسها. لذلك احنا نسمي يوسف هو حارس سر الخلاص، واخدين بالكم؟ ودعيت مريم في بعض المواقع في الإنجيل انها امرأة يوسف، واخدين بالكم؟ فوجود يوسف بيشكك الشيطان حتى في امر المولود ويربكه من جهة التجسد الإلهي، لان رئيس هذا العالم لم يكتشف بتولية السيدة العذراء، لأنه لما شافها مع رجل ما شكش في أمر المولود. لكن الإنجيل كرر كلمة عذراء عشان يأكد عذراوية السيدة العذراء، ويعلن أن السيد المسيح لم يولد من زرع بشر. هذا ما أعلن لنا عنه في العهد القديم حزقيال النبي لما تنبأ عن باب المشارق: الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا، الرئيس هو يجلس فيه. دي كانت النبوءة اللي وضحت إن العذراء، إن المسيح هيولد من عذراء. وهنا بقى الإنجيل حدد لنا المدينة اللي جاء إليها الملاك عشان يشوف الست العذراء ويبشرها، اللي هي الناصرة، مدينة في الجليل في شمال فلسطين، تبعد عن بحيرة طبرية حوالي 15 ميل، وعاش فيها القديس يوسف والقديسة العذراء مريم،
والسيد المسيح له المجد عاش جزء كبير من حياته في هذه المدينة، عشان من أجل هذا دعي ناصريا نسبة إلى هذه المدينة الناصرة يعني. وكان شعبها صعب كده شوية، ولما المسيح ابتدى رسالته أهلها رفضوه، وخرج المسيح وقال ليس لنبي كرامة في بيته. وكلمة ناصرة بتعني تفسيرها الغصن، ولذلك ما كثيرا ما كان يدعى السيد الغصن. هنا بقى تحية الملاك لما بيقول لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. ليست هذه تحية عادية، لكنها تحية فريدة من نوعها، لأنها تحمل معنى الفرح، فرح شعب الله بالخلاص، بأن في عمل مثير جدا هيتم. وهكذا الكنيسة، هكذا السيدة العذراء باسم الكنيسة أخذت هذه البشارة المفرحة من الملاك، الإعلان بقبول تجسد ابن الله الكلمة وحلوله فيها. وانفردت السيدة العذراء بأنها دعيت الممتلئة نعمة، لأنها هي الوحيدة اللي نالت هذه النعمة، لم ينالها أحد لا قبل ولا بعد هذا، ولن ينالها أحد على الإطلاق. نعمة خاصة بها، لأنها في إحشائها اتحد الإله بالإنسان وتجسد الإبن الكلمة وأخذ منها جسدا. الملاك قال لها الرب معك. برضو أنا عايز أعلق على النقطة دي، إحنا كلنا طبعا ربنا معنا كلنا، لكن كان مع الست العذراء بطريقة فريدة من نوعها، فريدة لم تتكرر ولن تتكرر أبدا، لأنه كان معها، كانت تحمله في أحشائها وقدمت له من جسدها ومن دمها، فكان معها بصورة خاصة جدا. وأيضا الملاك قال لها مباركة أنت في النساء، وفعلا ده الفرح اللي أعلنه جبرائيل لمريم عشان ينزع عنها الحزن اللي صدر ضد حواء بأنها ملعونة الأرض بسببها يعني. وكما بدأت الخطية بالمرأة، هكذا ابتدت البشارة بالست العذراء وإليصابات، وأصلحت لنا مريم ما صنعته حواء. هنا بقى الست العذراء لما شافت الملاك، وطبعا عايزكم تتخيلوا منظر فتاة بسيطة عمرها 14-15 سنة، قاعدة في أوضة لوحديها في سكون وفي هدوء، وفجأة تبص تلاقي حد بيكلمها وبيقول لها حاجة غريبة جدا لا تخطر على بالها. تقول فلما رأت، يقول الإنجيل يشرح الموقف ده، لما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. فالملاك هنا يطمنها، يقول لها فقال لها الملاك لا تخفي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله. وتقولي طب ليه الست العذراء اضطربت؟ اضطربت لأن هي عذراء بتول، ما كانتش متعودة أنها يعني يبقى في حد معاها، وفجأة لقت راجل بيكلمها وعرفته من إجابته عليها. يعني فعلا الست العذراء كانت نموذج للعذارى المتبتلات اللي هم كرسوا حياتهم للعبادة وللخدمة، وكانت بحياء شديد تتحدث مع الرجال، وكانت تمضي حياتها في بيوت العذارى. لكنها رغم هذا كانت الست العذراء في قصة حياتها كلها إيجابية وفعالة بصلواتها وتقواها، أولا بقبولها عطية الله أنه يتجسد في أحشاء من أحشائها، وفي الخدمة لما كانت بتخدم مع السيد المسيح، لما راحت مع عرس قانا الجليل، ولما فرغ الخمر قالت تشفعت لهم، قالت له ليس لهم خمر، ومثلا في صلب السيد المسيح كانت ترافقه حتى الصليب، وبعد الصعود كانت عايشة مع التلاميذ تسندهم. فطبعا التكريس أو البتولية مش معناها الانعزال أو السلبية، ولكن يعني الإيجابية والحب والبذل والخدمة والعمل في حدود مواهب الإنسان والرسالة اللي ربنا بيكلفه بيها.
بعد كده عايز أتأمل معاكم في الوعد الإلهي لما الملاك بيقول للست العذراء تحبلين وتلدين ابنا. هنا الست العذراء تمتعت بهذا الحبل الإلهي لأن ابن الله اتجسد منها. وياما أجيال في العهد القديم تنبأت عنه وياما كانوا بيترقبوا مجيئه. والقديس يوحنا ذهبي الفم يقول كلام جميل على المسيح الإله الكلمة المتجسد، بيقول إن كان ابن الله قد صار ابنا لداود فلا تشك يا ابن آدم أنك تصير ابنا لله. يعني ابن الله صار ابنا للإنسان عشان الإنسان لا يشك أنه ممكن يبقى ابن لله. ويقول كمان إذا كان الله نزل أعماقا كهذه فأنه لم يفعل هذا باطلا لكن ليرفعنا إلى الأعالي. ويقول كمان ولد بالجسد لكي تولد أنت ثانية بالروح. ويقول ولد من امرأة لكي تصير أنت ابنا لله. وهكذا لما الست العذراء سمعت الوعد الإلهي بأنها تلد ابن الله قبلته بروح التواضع بالإيمان. وإذا كان هذا الوعد يعني فريد من نوعه في الكتب المقدسة لم ينله إنسان من قبل، فتساءلت الست العذراء كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا. وده بيورينا أن الست العذراء هنا كانت بتنذر البتولية، ما كانتش تنوي أبدا أنها تعرف رجلا، يعني لست أعرف رجلا لا أعرف ولن أعرف، يعني المعنى أنها لن تكون لرجل، هي ندرت أنها تعيش بتولية كل حياتها. لأنها لو كانت تنوي الزواج والإنجاب كانت سألت طب إمتى؟ مش كده ولا إيه؟ لكن ندرت في قلبها أن تعيش بتولا لله. والحاجة التانية أن مريم لم ترفض كلام الملاك ولا اعتذرت عن قبوله، بل أبدت استعدادها لأنها بتسأل كيف يكون هذا، يعني وده لا ينم عن شك، ولكن بتسأل عن كيفية إتمام الأمر، يعني هي بتحاول تلاقي حل لهذا الأمر. يعني هي من حقها أنها تعرف، يعني هي مسلمة حياتها ربنا لكن عايزة تشوف الولادة المعجزية العجائبية دي هتتم إزاي. فلذلك الملاك طمنها وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك والقدوس المولود منك يدعى ابن الله. فلما لقيت هنا ان الروح القدس هو اللي هيتدخل هيحل عليها يقدسها روحا وجسدا، فهتبقى مهيئة لعمل الاب عشان يرسل ابنه في احشائها ويتجسد منك. سر عجيب، سر الهي فائق، الله بيعلن حبه للانسان وتكريمه للإنسان. وأمام هذا الإعلان العظيم قبلت السيدة العذراء بالطاعة وقالت وذا أنا آمة الرب ليكن لي كقولك. عكس بقى زكريا الكاهن لما شك في إنجاب زوجته، وهنا البتول أمنت وأطاعت وقبلت عمل الله وسمت بإيمانها على الكاهن. الكاهن أخطأ وتوارى ولكن العذراء قامت بإصلاح هذا الخطأ. وكان صمت زكريا بسبب شكه، ولكن العذراء حملت بالابن الكلمة المتجسد والنطق الإلهي الذي لن يسقط. وطاعة الست العذراء حلت محل العصيان بتاع أمنا حواء. وفي اللحظات اللي قدمت العذراء فيها الطاعة لله والخضوع قبلت التجسد، ولم يكن ممكن أن يتم التجسد بغير إرادتها أو قبولها لهذا العمل، لأن الله يقدس الحرية الإنسانية. ورغم أن هي اختيرت أما لله لكنها تتضع وتقول أنا آمة الرب أنا عبدة. فالوعد الجميل اللي هي خدته لم يسقطها في الشعور بالعظمة والكبرياء، ولكن ملأ قلبها بالاتضاع والتسليم لله. يبارك الرب في حياتكم، لإلهنا المجد والكرامة في الكنيسة إلى الأبد.